ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا في ريكاب سبور. معكم احمد عديله مقدم الميكرو في تعويض لزميلي حيدر الشيرني، حيدر اللي كان موجود اليوم في فوروم مصعتين الاربعة، وذاك علاش انا باش ناخذ بلاصته اليوم. غدوه يرجع لكم ان شاء الله حيدر 24 ساعه في 30 دقيقه باش نحكيوا على الترجي والافريكا فوتبول ليغ. باش يكونوا معنا اسكندر مباشره من تنزانيا، غيابات مؤكده عن التشكيله، وقت المباراه معروف ولا مش معروف، صارت شويه لخبطه في موعد المباراه. باش نحكيوا عن نادي الرياضي الصفاقسي، اجتماع هام اليوم في وزاره الشباب والرياضه بحضور رئيس دي السيد جوهر العذار رئيس الهيئة التسييرية، واللي باش يكون موجود معنا مباشرة بالهاتف من بعد باش نحكيو على السوبر ليج، هل يلعب، وقتاش يتلعب، بشنية التاريخ، مواتي مش مواتي، وقتاش نلعبوه البرة، تنشوف هذا الكل من بعد كي نناقشوا المواضيع موضوع وراء موضوع. قبل ما نبدا وقبل ما ناخذ اسكندر، تحيه كبيره برشا 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 للستاتونيزيان، ستاتونيزيان اي سبورتس اللي عندهم تورنوا في ديجيتال، يدور لي في جيتال بليتو. اول مره فريق تونسي يشارك في تورنوا كيما هكا اسمه في جيتال. علاش اسمه في جيتال؟ خاطر يلعبوا الفيفا بالبلاي على الديجيتال، ويلعبوا زادة سور تيران. تشوفوا في التصاور حطهم لنا وسيم اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايك. فريق الملعب التونسي هو الممثل الوحيد اللي من تونس. الفاز هذه تتلعب في كازان في روسيا، مشاركه في رقم الشيلي من كامرون، من السنغال، من الصين، من نيجيريا، من كازاخستان، من روسيا، من أذربيجان. والفريق الملعب التونسي مر إلى الدور الربع النهائي باش يواجه فريق ريكورد كلوب من أذربيجان، وإن شاء الله كان يتعدى زادة للفينال، يتعدى دمي فينال وبعد تعدى الفينال وقت يضمن مشاركته في التورنوا فينال اللي باش تتعمل في فيفري 2024 بحضور في رقم العالم الكل في كازان. بارك الله فيهم الستاتيونيزيان، رافعين راية علم تونس مرة أخرى. بعد ما حكينا على الستاتيونيزيان توقيت باش نرحبوا بشكري الزعلاني وسي رضا بوراوي. سي رضا مرحبا. مرحبا اخويا عادل، نورتنا اليوم. أخير. اسمي احمد انا. عدل انت اسمك؟ اي احمد مش عادل. احمد ليه عدل؟ عادل عدل انت. باه اسمي احمد، مريول حلو، فيه اللوجو تاع الاهلي، فيه الاحمر والاصفر، فيه الاحمر والابيض، زاد الالوان الكل موجود. باه المريوله. شكري مرحبا بيك. مرحبا. أوك خرج اللوجو اللي حاشتنا به، خرج موجود على جنب سيريدا. مرحبا مرحبا احمد، مرحبا بسيريدا خويا. هذيك الشهره هكاك سيريدا، شهره شنو؟ وانت مشهور خويا عند احمد عداله، شهره ما حاجتيش بها. سوا والله نحبك والله. باه مرحبا بكم الناس الكل. نمشي مباشره الى دار السلام. ما نعرفش تحب تحط الكاسك باش تسمع؟ لا نسمع فيك. باش تسمع السيد اللي باش ناخذوه مع بعضنا ولا لا؟ شكون بعد سي اسكندر؟ اي بعد لحظه. شو يعمل في تنزانيا؟ ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 للسبعه متاع العشيه. بالله سي دالي سامحنا، دالي سامحنا، هذا نسينا سي دالي ونسينا سي وسيم، ما تاخذوش عليا برشا اليوم فروم وبرشا خدمه اليوم. عليك ربي عينك. باهي نمشيو مباشره لتنزانيا. قول الو سي رضا. الو. الو. مرحبا مرحبا على السلامه. ما يجاوبش يبر علينا. يا اسكندر تكلم. يا اسكندر هذا الصوت تبدل عليا. اه باهي اوكي، الصوت بدل. تو الصوت عرفته ولا لا؟ ليه تو سيبو عرفته. انا ماما كان محضر تحيه كامله انا للسيد اللي كان يقول فيها له. يعطيه التحيه نتاعو بالله. حتى في التحيه سيدي. مرحبا يا احمد، اول حاجه مرحبا بيك، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. انا مزيك من هنا من تنزانيا من دار السلام. انا حبيت نسلم على الشباب اللي معاك في البلاتو والشباب على الدوام اللي معاك زاده في البلاتو، نحب نسلم عليهم الكل. شكرا التحيه، شكرا التحيه اكبر البونا بونا الكبير سي رضا بوراوي اللي الشهره نتاعو فاتته، معناها فاتها حتى في تنزانيا. تكلموا عليها في تنزانيا زاد. صدقني من الحدود اول واحد ثاني قال لي رضا بوراوي. قلت له بالله كيفاش انتقى بربي كيفاش انتقى؟ لا لا يا تقوى صحيحه، انت عايش في اسبانيا هذايا كان يعرفوا في الريال دوك. دونك انت انتقى دونك يعرفوا مليح ونفسه صحيح. وقال لي امنيتي معناها كان يجي هكا مع الوفد من الوفود التونسيه يشرفنا لهنا في تنزانيا، خاطر ممكن يسترجع مع بعض الذكريات. الله اعلم شنو الذكريات، لكن قال شو ترجع مع بعض ذكريات. مرحبا بكم انتوكا، مرحبا بكم من تنزانيا، مرحبا بكم من دار السلام، مرحبا بكم من الترجي باش يكون غدوه لهنا موجود. هو مش موجود سبقناه احنا، غدوه ان شاء الله البول بتاع الترجي راديو تونسي باش يكون من الصباح من 9 بالتوقيت التونسي الانطلاقه نحو تنزانيا في بول 10 سوايع كاملين، مش قريبه الديستيناسيون هذايا، والرحله باش تكون طويله
وخاصة من بعد نحكي تباعا في النشرات الجاية ولا البرامج الجاية والمداخلات الجاية حول أنه الترجي رياضة تونسي كيفاش يزمو ريكوبيري بعد مقابلة الذهاب ثلاثة أيام فقط بعد تجي مقابلة الذهاب في تونس. دونك كما قلنا الترجي كامل اليوم تحضيراته في تونس في انتظار تنطلق الرسالة, ومش نقولوا تنطلق لكن تختتم التحضيرات هنا في 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 دار السلام من خلال الحصة التدريبية الوحيدة تنحكي عليها بعد شوية. وانت كنت تحكي قبيل على التوقيت, نكمل معك النقطة هذه فقط بعد اني اللي تحب علي انت يا احمد انه توقيت تأكد بصفة رسمية الاربعة متاع العشية بالتوقيت التونسي, الستة بالتوقيت المحلي هنا في دار السلام. خوفنا من لو تسمعنا الاربعة قلنا بالتوقيت المحلي ولا هذا الحق الاربعة بالتوقيت المحلي راس خانة كبيرة برشا والميديتي كبيرة برشا, الستة ابرك شوية خير شوية درجات الحرارة خير شوية الامبيونس خلي الملاعبين نجمو نلعبو ماتش ممتاز. واضح هو كان ثم لخبطة اسكندر على مستوى التوقيت, سمعنا مساعتين سمعنا الاربعة سمعنا الستة, شفنا حتى القنوات اللي تبث في المباراة كل واحد يعطي في توقيته, لكن في الاخير كما اكدنا اسكندر منذ لحظات مباشرة من دار السلام المباراة باش تكون الاربعة متاع العشية بتوقيت تونس ذي توقيت المباراة. الغيابات اسكندر على التشكيلة إذا نحكي على الغيابات خاصة أنه غدو قلنا الجول في 27 لاعب, لكن الغيابات المتأكدة أنه بريمة مش يكون موجود, يعني بريمة الاختيارات نجم يقولوا فنية, دبشي زادة كيف كيف مش يكون موجود صدق صدق دبشي زادة كيف كيف. بالنسبة الأمارو تأكد في نقوله بصفة رسمية زادة من خلال الحصة التدريبية الأخيرة أنه مش يكون موجود مع الترجي الرياضي الأتموسي خارج حسابية المدرب طارق ثابت, ممكن للفورم للتوقيت نتاع مدى الساعة في نصف ثلاثة بالتوقيت التونسي اليوم مازال فما شكوك, وكان في الاخر انه كان موجود في الرحلة لكن اخر المطاف بعد المشاورات وقولوا بين الإطار الفني والإطار السبي تأكد انه مارو مش يكون موجود في مقابلة الترجي الرياضي التونسي في قيمة زنبية هذية في تنزانيا. غالين شعليلي بينسير التأهيل البدني متواصل من اخر اللاعب هذية غايب على المقابلة, والخيارات موجودة حتى في ظل الغيابات هذية. بصراحة الريفيكتيف تاع الترجي الرياضي التونسي غني باللاعبين اللي نجم يكونوا موجودين نهار لحد حاضرين هناك في تمثيل الترجي, وحنا نحكيو ممكن على ماروكا او نذكر انه واحد من الملاعبين اللي يكونوا موجودين في الرحله ورجعوا ديجا حتى ليزامبريسيون اللي جينا من البارك بي تقول انه قاعد يرجع في الفورمه بشويه بشويه. معتز بدام واحد من الملاعبين اللي نجم حتى يعول عليهم طارق ثابت كيما اول المقابله كيما في وسط المقابله. كما زاد الملاعبيه الكل اسكندر كنا شفنا القائمه نتاع الترجي الرياضي التونسي فيها كل المنتدبين الجدد ايكومبري اللاعب البرازيلي رودريغيز. في قبل معك اسكندر قبل ما نحكي مع الاولاد ياسين مرياح وين وصل في دبي عنده برنامج تاهيلي شنو الوضعيه بتاعه بالضبط؟ ياسين مرياح موجود حاليا في دبي غدوه ان شاء الله 9:30 بالتوقيت المحلي ياخذ طياره ويجي لهنا يسبق الوفد النجم نقول خاطر الوفد ياخذ تقريبا قليل, لكن يتم ريح مع ماضي 9:30 بالتوقيت المحلي لهنا في دار السلام باش يكون موجود باش يكون مصحوب زاده برئيس فرع كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي رياض بن نور. دونك هذه تتبقى على الوفد نتاع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لتوغاي برشا يسألوا على توغاي وانه باش يوصل من ديستيناسيون اخرى, لا باش يجي من تونس. توغاي كان يكمل مع المنتخب الجزائري والتحف بالترجي الرياضي التونسي باش يكون موجود ضمن الوفد غدوه في الطياره نتاع غدوه, هو الوفد الكل شي بيت ليله في الاوتيل في تونس, والانطلاقه باش تكون الصباح بكري للمطار 9 ان شاء الله كما قلنا 9:30 ماكسيموم تنطلق الطياره في اتجاه دار السلام في اتجاه تنزانيا. اسكال صغير كيروزين فتاتري عبيه ولا كيروزين بعد يعاود يكملوا اون توكا جوست نذكر زاده باللي انت حكيت على القنوات التلفزيونيه امكانيه المشاهده مش اتمل المقابله هذه بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي التونسي. زوج قنوات, القناه الاولى هي قناه ابو ظبي الرياضيه وكما عرفنا من قبل انه تم اقتناء حقوق بث المسابقه هذه, زاد كيف كيف اون سبورت المصريه كيف كيف باش تعدي المقابله هذه, وهي اقتنات حقوق بث كل المقابلات تاع افريكان فوتبول ليج. دونك نتناو نتعدي مقابله الترجي والابليكاسيون فيفا بلس الفيفا والابليكاسيون نتاعها حطت اللين للمشاهده المباشره وقت المقابله دونك على اليوتيوب باش يتم اتاحه الفرصه بالنسبه للفيفا في الكوره في افريقيا واحد الكوره الافريقيه في فرصه المقابله هذه. واحد بيترجى يكون في الخصوص ان شاء الله يكون حاضر 100% في مقابله النهار لحد نذكر لا بعمل على شيء ما زلت راه عندي سؤال حاجتي به
يعني معك نذكر برشا مرات هذيك عليش واضح. لومبيونس غادي اسكندر بانه ثم مباراه سيمبا والاهلي المصري قبل نهار السبت، وثم زاد مباراه الترجي الرياضي التونسي واتي بي مازمبي مش بعيده برشا الكونغو على تنزانيا، ثم زاد جاليه كبيره برشا كونغوليه غادي. لومبيونس في الشارع بدينا نحسوا بها، ثم برشا جماهير تونسيه، ثم برشا جماهير كونغوليه، نعرف ثم شويه توانسه مقيمين شفناهم على الفيسبوك، لكن زاد ثم حضور منتظر ينجم يكون كبير من الجماهير الكونغوليه اسكندر. خلينا نحكي لك كل شيء بكل امانه. تبارك الله، هو الرحله طويله بديناها البارح، احنا وصلنا اليوم. نجم نقول لك بخلاف الخدمه اللي خدمناها في فورام وحتى لتو اربع سوايع حاولوا في فيها شنو الاغماض هنا ويفتشوا فيها شويه مبدئيا الاجواء في تنزانيا. يعني ناكد لك انه الاجواء الطاغيه والتركيز الطاغي هنا على مقابله سيمبا والاهلي دون سواه، يعني دون سواه المقابله هذيا جماهير كبيره للفريق التنزاني هنا، فريق سيمبا وجالية كبيرة للمطار والهناء في تنزانيا. تخلينا نفهم حتى على مستوى في المطار بركة اللي يجي يقول لك جورناليست شكون جاي تفرج في سيمبا، يقول لك ما فماش احنا سيمبا القمص نتاعنا، رانا جايين للترجي الرياضي التونسي في مازمبي نهار الاحد. دونك ديما يسالوك على سيمبا حتى تطلع في تاكسي يقول لك انت مين جيت من مصر تفرج في سيمبا، يقول لي لا راه مش هكا نحكي. حاسين له الاهتمام كبير بالمقابله هذه. في المقابله هنلخص النجم نقوله اللي جرت عن التغيير اللي صار من الكونغو من المقابله تمشي لتنزانيا، تخلينا ننتظروا عدم الاهتمام الكبير لهنا في تنزانيا بالماتش هذا. ناكد لك زاد نعطيك معلومه انه الاجتماع الفني وما ادراك ما الاجتماع الفني اللي ينظم كل شيء حتى التقوى مسؤولي الترجي ما عندهمش التوقيت نتاعو ما يعرفوش وقتاش بالضبط. ثم برشا لخبطه التوقيت نتاع الحصة التدريبية الوحيدة في ملعب المقابلة نهار السبت وقتيش بالضبط ما عندهمش، دونك حتى انت ما زلت ماهيش واضحة الأمور في انتظار أن تتوضح. الجماهير التونسية اللي تحكي عليها فما توانسة لكن مش بعدد كبيرة، حتى كي نحكي خمسة مشاريع كبيرة من توانسة، فما بعض جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي جات على دبي وجات على 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 قطر وجات على تركيا، لكن اغلبها يمشيوا لزنجبار غادي يتفرجوا شويه وبعد يجيوا نهار المقابله يكونوا موجودين ان شاء الله. بلي ما تنساش لافيتاسيون زنجبار للسيري ذابورا ويمسلم عليك. شكرا لك اسكندر، نتلاقاو معك في بقيه مواعيدنا الرياضيه. ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7:00 العشيه. سيري ذابورا تسمع؟ كنت أسمع في الأخبار اللي جاتنا من تنزانيا، ياسين مرياح برنامج تأهيلي في دبي، توغاي مثلا ماش خوف عليه بش يكون موجود، يوسف أمارو بش يكون غايب. خلص لك ساعة قبل هذا كل قبل ما نوصل نحكيه عن الناحية الفنية، خاطر مازال شوية على الماتش نهارين. المسابقة في حد ذاتها في ظل هاللخبطة ما يعرفوش الوقت، ما يعرفوش الرينيون تكنيك وقتاش، ثم مشاكل متاع فيزا متاع الجوار، كيفاش ترى؟ فيزا نتاعكم تاع سبيرانس؟ لا من لعبية أخرين، ثم شوية لخبطة على المستوى. إن شاء الله ما يلقاوش الفيزا، إن شاء الله ما يعطيوهمش. اولا ثانيا نحن سبيرانس معنيهم اللي يركزوا على ماتشهم، الحكايه هذه ما يلزموش تؤثر على البعثه. ما ظهرليش كان فما مشاكل من الماتش، واضح نهار لحد الاربع نتاع العشيه كما تفضلت وقلت الاربع نتاع العشيه بتوقيت تونس. ياسين مرياح صحيح ما يعني ما رجعش لتونس، مشى لدبي غدوه يوصل. توغاي كيف كيف وصل لتونس وغدوه باش يكون مع البعثه. اون برينسيب لومبيونس خارقه العاده في الترجي الرياضي، وان شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي. انت كيفاش ترى الماتش هذا؟ يعني الترجي الرياضي التونسي صحيح مازمبي يمكن باش يكون وقت اللي باش يلعب خارج ميدانه ويمكن يخسر برشا من القوه نتاعو. شكون هذا؟ مازمبي. لا ما عنديش انا ما نشوفش معناتها يلزمنا نعترفوا تي بي مازمبي سي ان تري تري غران كلوب صحيح ما عادش كقبل، لكن اون دو لو ريسبكتي اون دو ناخذوه بعين الاعتبار. وانا مباراه صعيبه على الترجي الرياضي، صعيبه على تي بي مازمبي، والنتيجه غدوه نقدر نقول لك مربوطه بموسم ان شاء الله يكون خارق العاده بالنسبه للترجي الرياضي. نتمنى التوفيق للفرق ثابت. شكرا. في ظل اللي كنت تسمع فيه توا الكل، نحي يوسف أمارو اللي ماهوش جاهز، ثم الملاعبيه جدد الكل مسجلين على القائمه، كيفاش ترى المباراه والتشكيله اللي نجم يختارها طارق ثابت؟ انه مازال نهارين مازال نتصور انه فما استقرار فني معناها، خلينا نقولوا على اختيارات تاع المدرب طارق ثابت. يظهر لي شفنا بطريقه اللعب 4-2-3-1 اللي نجح بها الترجي في المقابله الاخيره، سورتو معناها مع الامبورتونس نتاع الملاعبيه سورتو ساس ورودريغيز ولابور الكبير اللي قدموا زوج ملاعبيه. مازال رودريغيز استناو فيه اكثر يمكن في المقابلات الجايه، لكن يظهر لي معناها الترجي عنده ان افكتيف ريش
دو كاليتي دو كونتيتي كيف كيف. حتى في غياب مرياح راه نلقاو عمام وعمام اللي قدم مقابله محترمه المقابله اللي خلال الترجي الرياضي التونسي. بون نعرفوا اللي لامبورطونس نتاع البير نتاع دي دو اكسيو سورتو ديما يكونوا موجودين في وسط الميدان كيف كيف. راهو الترجي ذولي ما عندوش مشكله موجود معناها زكريا العابد موجود تقا موجود الوهابي موجود معتز الدام دونك الدربالي كيف كيف قدامهم باش يكون صاص نصور هذا معناها التوجه نتاع المدرب طارق ثابت باش يحافظ على نفس التوابت نتاعو 4-2-3-1 وزوز معناها لاعبين على الاطراف اللي هما سورتو معناها بوقره وغشه نقاط قوه الترجي الرياضي التونسي في الفتره الاخيره. التغييرات ولا اللي باش تكون في وسط المقابله باش تعطي اكله لانه الترجي كما قلت لك عنده ليفيكتيف نيسيسير باش يلعب معناها مثل هذه المسابقات الافريقيه. باهي سيري ذا الاهلي المصري خير كونه علي معلول ما يشاركش مباراه مبدئيا مش باش يشارك على خاطر وصل مؤخر من اليابان وين كان يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. بالرغم اللي الاهلي المصري ما عندوش حل مشيره نتاع علي معلول صعيب شويه يخمم حتى باش يشي ملاعب من الزمالك في البوست هذاك. اليوم تحس كونه الترجي لازمها تخمم في دوبلور للبير توغاي ومرياح فما همامه واحد اي صحيح لكن فما الوليد زين الدين ساسي زين الدين ساسي زين الدين ساسي يظهر لي يمكن تنقص شويه الخبره بارابور لعميمو صحيح شوف راهو اسمع يا دي ماتش تري تري امبورطون ما ينجمش المدرب يغامر خاطر زاد فما المستقبل الملاعبي ينجم يكون الملاعب التنصيه انت في ماتش كيما هذايا كي تري امبورطون. انا نقدر نقول لك ماتش نتاع نهار الاحد كونتر تي بي مازامبي سي لو ماتش دو لا سيزون. علاش؟ انا هكا نشوفها برشا حاجات للترجي ولا طارق ثابت؟ للترجي بصفه عامه اولا الترجي ما تقفش على طارق ثابت ولا حتى حد لكن هذاك طارق ثابت انا نقول لك ممكن ممكن لو الترجي الرياضي تجيب نتيجه ايجابيه نتاع ماتش نهار الاحد انا نشوف طارق ثابت يبقى هو الموجود. دونك باش نرجع توا على الدوبلو اللي تحكي عليها راه سي با فاسيل دو جوي ان ماتش كيما هذايا وتحط ملاعب جديد يعني ما لعبش وتجي تلانسي في ماتش يعني عمامو لعب الماتش الاخراني لا مانيش نحكي على عمامو على زين ساسي لا زين ساسي تنقصوا الخبر فوالا عمامو بون ينجم يلعب لعب مع سي اس اس لعب مع اسبيرانس نجم نقول لك عنده الاكسبيريونس زاد بون تقول لي انت تو ديبون دو لا فورم زاد فما زاد لوموجينيتي العقليه بين توغاي ومرياح موجوده سو سون دو ليدر في الديفونس اي سون تري امبورطون عندهم اسم معناتها ممكن الترجي الرياضي حتى الملاعب اللي يلعب في الماتش هذاك يكون مرتاح وقت اللي يكون فما ياسين مرياح وفما توغاي حتى من راحه حتى من الجمهور حتى الحارس المرمى حتى الحارس المرمى بون فما كلام ممكن يكون بن شريفيه ما نعرفش كلام صحيح ولا غلط ما عنديش فكره ده. أو اسكندر يعطينا صحيح في المراسلات القادمة مازال اسكندر سبق الملاعبيه الكل هو سبق الترجي تي وبيقول هو بركه حضر لهم هو شي حضر شنو اللي حضر باش يمشي يشوف التيران باش يشوف يعني معناه هو من الكاف هو باش يشوف التيران ليه معناه يمشي مع ليكيب التونسي كل اسكندر مش كان يمشي حاضر كان ترجي شكري من المؤكد كما كان يحكي اسكندر كونه مريح باش يكون موجود باش يكون موجود توغاي برغم كل شيء. سؤال طرحه مهم برشا سيريدا في ماتشوات كيما هذية ضد منافس كيما تي بي مازامبي هل من الافضل كونه تخلي الحارس اللي عندك فيه ثقه اللي اليوم ميميش عامل ديكلين شيت ورا بعضهم والا تمشي الفكره الحارس عنده خبره والاكسبيريونس كيما معز بشيفيه في دقيقه لا شوفوا الحقيقه الترجي ما عندهش مشكل سواء ميميش ولا بن شريفيه زوز قاعدين يأديو في مستويات ممتازه يظهر لي ميميش زاد باش يكتسب الخبره بالماتشوات هذوما ماتشوات هذوما لكن الحاجه الباهيه انه المنظومه كامله نتاع الدفاع الترجي هي اللي تنجم تعاون الحارس يعني تبدا عندك مريح وتوغاي سورتو ثواب الدفاعيه وعندك زوز لاعبين ارتكاز اللي غطيوا عمق الملعب دونك حراسه المرمى ما تقلقش في الترجي لانه كيما قلت لك زوز حراس كل واحد عنده الخصال نتاعو والزوز معناها ينجموا ينجحوا مع الترجي الرياضي التونسي كو سوا من ميش ولا حتى من شريفيه بيان سور ديما تو فابوريز في مسابقات كيما هذه حارس عنده خبره لكن حتى في غياب نصور في غياب معناها بن شريفيه مميش بالشخصيه نتاعو قادر انه معناها ينجم يحل مكانه وينجم يعدي مقابله كبيره مع الترجي. واضح شكري هذايا كملنا موضوع الترجي الرياضي التونسي بعد شويه باش ناخذوا معنا رئيس الهيئه التسليه نادي الرز فيقسي جوهر العذر. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7:00 العشيه.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور، معكم احمد في تعويض لزميلي حيدر. موضوع النادي الرزفيقسي اجتماع كان هام اليوم في وزاره الشباب والرياضه. جمع وزير الشباب والرياضه كمال قيش حسب المعلومات اللي عندنا توزيع اكدهم من السيد جوهر العذار بهيئه السي اس اس اللي راسها السيد جوهر العذار، والموضوع هو ملعب الطيب المهيري. سي جوهر مرحبا بك. اهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بجلسه مستمعي مزيكا سام. مرحبا بك سي جوهر، معنا سي رضا، معنا شكري. اليوم يظهر لي كان ثم اجتماع هام جدا في وزارة الشباب والرياضة حول ملعب الطيب المهيري وحول المدينة الرياضية في صفاقس. صحيح، كان ثم اجتماع هام جدا بحضوري أنا شخصيا، بحضور نائب عن مجلس نواب الشعب، وبحضور كافة الأطراف المتداخلة في الموضوع هذا، من بلدية صفاقس، من مندوبية جهوية بصفاقس، من رئيس مجلس جهوي، من معتمد، من تقريبا اجتماع معناتها كان هام جدا. المخرجات نتاعو نعتبرها إيجابية. علاش؟ لأنه وقفنا على أنه هنالك إرادة سياسية واضحة وخذيناها من بحضور السيد الوزير، أنه ثم حاجتين، ثم الملعب الجديد مدينة رياضية نبدأ على الأقل ملعب جديد، وثم زيدا كيف مسألة التوسعة عن ملعب الطيب المهيري. هو شنو التوسعة عن ملعب الطيب المهيري؟ لأنه ملعب الطيب المهيري لازم تقع عليه تقنيا تدخلات. علاش؟ تقنية لصيانة. أنت كيف تعمل تدخلات لصيانة؟ يولي إذا كان فرد مرة نمشي في توسعة نربحه ملعب موجود ويكون فيه المواصفات الكليكة، يكون أمولوجيه كل شيء في المدينة، إضافة إلى ملعب جديد. دونك زوز مشاريع هذو مش مشيو بالتوازي، معناتها هذا التطمينات معناتها كانت واضحة وجارية جدا من قبل السيد الوزير. بالنسبة للعملية، بالنسبة للملعب الطيب المهيري باش يتم التدخل هي لازمته يكون حسب التقييم وحسب الرابور الكليكة، لأنه يعني كيف سمح حوايج لازم تتبدل، سمع مدارس لازم تتبدل ومتابع. دونك معناتها الناس من المش تفهم أنه إذا كان سمع توسع على الملعب طيب هي راهو ما سماش ملعب جديد، لا راهو باش تصير. الإدارة معناتها صحيح، معناتها الموقف يكون صعب، أنه إذا كان باش تقع التدخل على ملعب طيب هي وأعمال الصيانة، احنا قلنا الصيانة للصيانة، علاش ما يتمش صيانة وتوسعة، والتوسعة هي باش ترفع من عدد المقاعد المتفرجين من 20 حتى 25000 متفرج. باهي، واليوم نحكيو على ملعب يهز 12000 متفرج، دونك باش يزيدوا الكاباسيتي باش تولي اما 20 والا 25000 متفرج في الملعب. مع اعمال الصيانة في الملعب القديم، خاطر ثم مشكل نتاع ليفاكياسيون دي زو، ثم حكايات اخرين تحت الجازون، دونك ثم صيانة لازم تصير. هذه النقطة الأولى، هكا ولا لا؟ هذه النقطة الأولى. الصيانة مش كان للملعب، هو الصيانة اللي لازمتها تكون موجودة حتى للمدارج، يعني المدارج توا وضعيتهم الحالية التقنيين رفعوا تقارير، والتقارير تقول أنه يجب أن يتم التدخل. باهي، ومن بعد خطر الوقت يداهم فينا سي جاور، وبارك الله فيك اللي كنت حاضر معنا برغم اللي ما زلت كيفات توا الرينيون. والنقطة الثانية هي إنشاء ملعب جديد، وين مشيت إنشاء الملعب الجديد في صفاقس؟ هو الملعب الجديد ثم معناتها كان ثم تيران قبل في الركاب نيميرو 11 معناتها بحدا المستشفى الصيني، الفريق ثم إشكالية عقارية تنقل للجهة حقونا، كيف ثم إشكاليات أخرى تقنية اللي تقريبا يمكن حتى الكوم تاع الملعب يولي في الاثنين وفي الثلاثة، كل ما هو أمور فنية، كل ما هو ربط بالشبكات والبواري وكل شيء. دونك باش نشوفوا يا اما باش يقعد هذيك والا باش نشوفوا غاديكا وين سي لسه متعرفش من صفاقس؟ ها، لا في حقونا، في حقونا والا في منطقه اخرى، خاطر هو في حقونا، خاطر التيران هذا هو على ملك الدوله، دونك الدوله هي اللي خاصت، والا يكون موقع اخر، نشوفوا موقع اخر. وحتى فرحت هذا كيف حتى امكانيه معناتها اذا كانت اكسبروبياسيون معناتها انتزاع حتى المصلحه العامه، واضح. دونك هذايا ديك تتحل المشكلة هذه، يقع الشروع مباشرة في إنشاء ملعب جديد. بمعنى زوز باش يمشيو اون باراليل، معناتها مش معناتها بالنسبة لأحباء النادي الصفاقسي، مش معناتها راهو إذا كان ثم
تاوس على الملعب قريب أيه. هيري معناتها المشروع أيه. الاخر اكدت عليها انت النقطه هذه. زوج سؤالات باختصار خلينا نسال سؤال من الاخر معناها وقتاش ينجم الملعب الطيب المهيري بصفاقس يكون حاضر والملعب الجديد يكون حاضر بالذات؟ هذه الاولانيه. الحاجه الثانيه قداش البيجي اللي رصدته الوزاره والدوله والاهتمام تاع الدوله قداش فلوس تحطت سواء البروجي هذا ولا هذا؟ باختصار سي جوهر ومشكور. بالنسبه للتوسعه يمكن توا المرصودين اكثر من 25 مليون دينار، 25 مليون دينار ومليون و500 الف دينار بالنسبه للزيتود وبالنسبه للدراسات. واضح. هذه معناتها ترتموا إذا كان بعد في أقرب وقت ممكن يمكن حتى في أخر الموسم هذا. وإحنا أكدنا على أنه التوسعة هذه إن شاء الله تتم من غير ما يتسكر الملعب النشاط من غير ما يتعطل النشاط. خاطر بالنسبة لي نحن إذا كان بيش يتسكر الملعب ولا بيش يتوقف النشاط الملعب بيش تقول لنا معناتها تشكيلية من نوع يعني نهاية الموسم يكون حاضر. نهاية الموسم من هنا نهاية الموسم تبدأ الأشغال. تبدا الاشغال واضح معناها نقول الموسم اللي بعده يبدا حافل. الملعب الجديد قداش البيدجي؟ الملعب الجديد البيدجي من بين 200 و300 مليون دينار. واضح جدا. والشروع في الاشغال بعد ما يتم الانتزاع والا يتم رصد قطعه الارض للمشروع هذايا يعني. ثم حاجه اخرى تحب تضيفها سي جوهر؟ لا هذايا تقريبا اكدنا كيف الحاجه اللي نحب ناكد عليها هو انه اكدنا انه تقنيا لازم نلقاو الحل وانه الملعب نتاعنا ما يتسكرش وانه لازمتنا معناتها كيما صار في ملاعب اخرى بارتو دون لو موند معناش باش نذكروهم كل شيء معناتها لازم قد بينا وانه الاشغال تتم من غير ما يتوقف نشاط ملعب طيب مهيري. واضح. كوم سا اون بير با لي روبير وعندنا جمهور لازم يقعد موجود معنا وكل شيء. واضح 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 سي جوهر مشكور. دونك كما كنتوا تسمعوا الاتفاق ما بين النادي الرياضي صفاقسي والوزاره وقت اللي صار الاجتماع اليوم على توسيعه ملعب صفاقسي تولي طاقه الاستيعاب نتاعو ما بين 20 الى 25 الف متفرج في بلاصه 12 الف متفرج. توا تم رصد 25 مليون دينار للمشروع هذايا. البدايه الاشغال بريفيو تبدا نهايه الموسم ونتصور الموسم بعده يبدا حاضر مع شريطه كونه ما يتمش غلق الملعب. والمشروع الثاني هو بناء ملعب جديد في منطقه حاقونه او في منطقه اخرى في صفاقسي رصد 300 مليون دينار للمشروع هذايا. دقيقتين قعدونا باش نحكيو فيهم على السوبر كوب. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم كونه تاريخ السوبر كوب بالنسبة للزوز مواسم الأخيرة 2021-2022 باش يكون نهار 3 جانفي 2024 باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب حمادي العقربي. والسوبر الثاني 2022-2023 باش يكون نهار 7 جانفي ما بين الإتوال والأولمبي البيجي. سوبر كوب قبل بجمع تيم الكوب دافريك سيريزا وفي حمادي العقربي في رادس ترجي سي اس اس النجم الأولمبي البيجي. الحمد لله الحمد لله باش يلعبوا قدر نورمالمون سبيرونس فيكس تو صافي دو زون راه الحكايه هذه. لكن علاش ما نعملوش كيما الدول الاخرى مثلا كيما مثلا نعملوا اتصالات معناتها ونشوفوا كيفاش علاش السوبر كوب نتاعنا ما يتلعبش برا كيما الدول مثلا كيما المسار مصر لا في الامارات صحيح تلعب في الامارات يلعبوا في السعوديه يلعبوا علاش معناتها ممكن تكون معناتها بمجهود من الاخ وديع الجريم ممكن يعني تكون اذا مش السنه نقولوا مثلا علما وكونه ثم عام تلعب في قطر ايوه كانت عندنا تجربه كانت عندنا تجربه فكره تكسيري ذا كونه كي نمشيو نلعبوا سوبر في الامارات او حاجه عندنا جاليه تونسيه في الخليج العربي الكل خاصه في الامارات نجم تجي تتفرج. ثاني حاجه سبونسورينغ نجم ندخلوا فلوس هذا هو هذا هو خاصه كونه سوبر سيري ذا معلومه اللي ما فيه حتى فرنك يعني يلزمنا الجمعيات ما تاخذش فلوس يلزم كورتنا تخرج شويه لبرا. علاش مثلا النادي والزمالك خاصه ولعبوا استاد كومبلي معبي بيان سور غير اللي يجوا من مصر الامارات ولا في السعوديه تبارك الله الجاليه المصريه كبيره. واضح شكرا لازمك سبونسوري شسلك ابار دو سوبر كوب ورا بعضهم معناها وصارت راي الموسم اللي قبل اللي فات صحيح وقت اللي الترجي كان طرف في زوز سوبر واحد مع المستير واحد مع سي اس اس وعلاش تاخير هذا السؤال ديما سؤال كالندري اوكي لكن انت ديما شوف تحضر الموسم نتاعك منذ بدايه الموسم تعرف انت وقتاش تبدا مرحله الذهاب وقتاش توفى. احنا المشكل يمكن اللخبطه اللي صارت خاصه مع السيستم دو بول اللي حطيناه معناها مع تعارضه ديما مع معناها لدات فيفا دونك لهنا مشكل كبير. الحقيقه احنا ماذا بينا ديما كل سوبر نهايه موسم معناها يا بدايه الموسم نبدا مقابله السوبر ولهنا معناها نجموا
تكون حل من الحلول، والا كما قلت انت معني اون دات فيكس تقريبا بدايه الموسم، معني بدايه العام السنه الاداريه الجديده نحطوا مباراه سوبر، والافضل ان ديما نسوقوا لها لبرا لانه دي كونترا دو سبونسورينغ تجيك للفرق. والاهم من هذا الكل ان زاد لازم نحطوا معناها جوائز ماليه بالنسبه للفرق سواء في البطوله ولا الكاس ولا حتى السوبر، لان زاد مش معقول فرق تاعنا التونسيه وهذه فكره سيري كي اي تيتر تلعب عليه تهز واضح. انت كفريق تنتصر وكفريق معناها ثاني تنجم تفوز بالبطوله. وهذه فكره سيري ظال يقول لك نلعبوا السوبر في الامارات والا في دوله اخرى عربيه ولا ان شاء الله حتى دوله اوروبيه، ان شاء الله يجي كيما تروفي تشامبيون جيل تونس السوبر الكوب التونسيه تخرج برا. سيري ظال مشكور جدا، ميرسي يا احمد محلاه ميولك لوجو الاهلي واسمي كيب على اليمين واسمي كيب اخرى على اليسار مش نسميهم، شكري مشكور جدا. زاد جوز ديديكاس خويا كامل بوالي نزاد له مولود ان شاء الله مبروك عليه، ان شاء الله مبروك عليه. شكرا شكرا جزيلا لكم، سامحونا على ديباسمون دقيقه، نخليكم توا مع الاخبار ثم شاكر في موزايك بلس.